السلام عليكم، حياكم الله في حلقة جديدة من حديث العراق. حديث اليوم خصصت مع السيد النائب، واحد من الفاعلين كان في قضية القضية الأخيرة لإقصاء إنهاء عضوية السيد الحلبوسي، واحد من أكثر النواب اللي دائما أوراقه بالمحاكم يفتر كأنما يمارس نشاطه السابق اللي بدأ به بالمعارضة، الآن يمارسه ولكن بطريقة قانونية. تغيرت كثير من الأمور خلال الفترة اللي دخل بها إلى مجلس النواب العراقي، على قد المراجعات يمكن يطلقون عليه محامي مجلس النواب. السيد النائب باسم خشان، حياك الله أستاذ باسم. حياك الله دكتور. فراحة التخط تغريداتك القديمة عدت هين وين تروح أنا لك. تحية لك ولسيدات والسادة المشاهدين الكرام. الحقيقة يعني أنا ما عندي دافع شخصي في كل المسائل، أنا أنظر للأحداث نظرة موضوعية، وأفعالي كلها مرتبطة بموقفي من كل حدث. ما عندي شيء شخصي ضد السيد الحلبوسي ولا ضد أي شيء. ما عندك شيء شخصي ضد الحلبوسي؟ أبدا صدقني. يعني شلون؟ يعني أنا حتى مشاكل الشخصية أنا هي مشاكل قانونية زين، وألجأ إلى القضاء في كل التفاصيل. و يعني حتى في حديثي عن السيد الحلبوسي ما أبدا ما عندي أي عبارة، حتى عبارة أتمنسها شخصيا ما عندي. زين، أنت قبل فترة قلت لي النظام بالعراق ما يستقيم إلا بكبش عظيم، إلا بذبح كبش عظيم، بذبح كبش العراق عظيم. العراق لا يستقيم، هذا قبل أكثر من سنة. أي نعم. هسه منو هذا الكبش انذبح؟ أنا قصدت يعني أكو بعد واحد غيره. لا أنا قصدت من هاي العبارة إنه العراق بحاجة إلى أن تصدر قرارات مهمة، ما نظل إحنا محبوسين بحكم بإدانة موظف في دائرة البريد ومدير هذه الدائرة وتلك الدائرة، لأن إحنا كثير من الجرائم هي ترجع بالأصل لقادة الأحزاب والكتل السياسية ورئيس الوزراء، رئيس البرلمان، رئيس الجمهورية. هذول الأشخاص أو حتى الوزراء، يعني ما وصلنا إلى حالة بحيث أنه تصدر أحكام واضحة بهذا الشكل. لكن الحمد لله أنه المحكمة الاتحادية أصدرت قرار مهم، قرار تاريخي، قرار يجب أن يدرس لما يضمنه من مبادئ دستورية ومبادئ أخلاقية عظيمة. يعني هو فقط إنهاء عضوية نائب في مجلس النواب، وأنت تعرف يعني رؤساء البرلمانات في العالم حتى يسمونه سبوكس بيرسون، يعني مو هاي الأهمية. هو سبيكر، يسمونه سبيكر، ما يسمونه صحيح رئيس. نعم يعني حتى مو يم الموضوع، يعني مو بمبالغ. ونائب انتهت عضويته، ايش دعوه هالشيء يعني؟ لا هو يعني بالمفهوم العراقي هو عندنا سلطات ثلاثة، سلطة تشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. هو رئيس احدى السلطات الثلاث، زين يعني منصب مهم. وعلى هذا يعني الاتفاقات السياسية خلت منصب رئيس مجلس النواب أكبر من ما ينبغي أن يكون. السيد الحلبوسي خلال الفترة هذه هو يعني تقريبا تولى هذا المنصب لمدة 5 سنوات، انتهى عمله الآن، انقطع عمله إلا من 3. السيد الحلبوسي إلا من 3؟ إلا من 3. شنو؟ الانتماء لحزب. ايه؟ مؤيد يعني، مو رئيس حزب. زين. التصويت لمرشح. ايه؟ ناخب عادي. ايه ناخب عادي ودعم مرشح فقط. بس على أي حال بغض النظر عن كل شيء، هو الحقيقة السيد الحلبوسي أصبح رئيس بكل ما تحمله مفردة رئيس من معنى. بسبب سكوت الأحزاب اللي تشكل الأغلبية، الائتلاف الحاكم، وسكوت الكتل السياسية عن كل المخالفات اللي يرتكبها وحتى الجرائم اللي يرتكبها السيد الحلبوسي، وكانت تمر مرور الكرام. لذلك هو كان يعني خطأ القاتل، هو كان مطمئن إلى أنه أخطائه ما عليها حساب. أنا أعطيك مثال.
في سنة 2019 لما كسبت القرار وامتنع عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية. طبعا هاي بيها حنث باليمين الدستورية، بيها انتهاك للدستور، وبيها مخالفة لنص قانوني يعاقبه بالحبس لمدة معينة. أنا أخذت القرار ورحت لمحكمة تحقيق النزاهة، قدمت شكوى على امتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة، وهذا مسألة واضحة، وعندي قرارات قضائية من محكمة تمييز تثبت أنه هو خالف. صح. لكن وين راحت هذه الشكوى؟ ما أعرف. المحكمة في محكمة تحقيق النزاهة راحت. زين. وين صارت؟ ما أدري. واليومك راح؟ أنا حتى تركتها يعني، ما يعني مع العلم يعني دونت أقوالي وقدمت الأوراق. راحت. القصد أنه يعني هو كان عنده اطمئنان أنه أموره القانونية مخالفاته ما حد يتابعها ولا راح يلاحقها، ما عنده مشكلة، يقدر يزور، يقدر يغير. فلذلك لما شخص يصعد هاي القناعة هو هنا يكون مقتله. زين. فإجا هو أخذ الورقة من ليث الدليمي، الورقة غير المؤرخة، كتب. طبعا اللي صار ليث الدليمي لما صار عنده خلاف يوم 8/5 كتب طلب، قدمه لي، راح للمجلس. المجلس كان في عطلة لأن يوم السبت 7/5 كان عطلة، يوم الأحد راح للمجلس ما حد مداوم، الاثنين ما حد مداوم، يوم الثلاثة، يوم 10 سلم الطلب لنائب النائب الأول، والنائب الثاني طلب إلغاء الاستقالات اللي سلمها، الاستقالة اللي سلمها قبل الانتخابات. لما عرف الحلبوسي يعني هو موقع قبل الانتخابات استقالة. نعم. فلما عرف الحلبوسي استقالة على ورقة بيضة أستاذ باسم، استقالة كاتبها سيد رئيس المجلس، أرجو التفضل بالموافقة على استقالتي لأسباب خاصة وكذا، وتوقيع بدون تاريخ. زين. فالسيد الحلبوسي لما سمع أنه ليث الدليمي مقدم استقالة، مقدم طلب إلغاء استقالة، سوى يحتاج أن يكتب الاستقالة الموافقة بتاريخ سابق، فرجع قبل 8 يوم 7، فكتب 7/5/2022 بخط إيده، بخط إيده موافق وتوقيع 7/5/2022. ما عرف السيد الحلبوسي إنه 7/5 هو يوم السبت، وهو عطلة، ومو بس عطلة، يوم السبت المتمم لعطلة عيد الفطر. اها، يعني هذه مو سبت عطلة عادية. طبعا احنا ممكن نجتمع بالسبت، زين، بس هذا السبت ابدا ما بيجتمع، حتى مجلس النواب يجوز به شرطة 2 أو 3 دول اللي مضحين بيهم حتى ما يروحون بالعيد. فاجا مدير المكتب وصدر كتاب، الكتاب رقم 302، يبلغ ليث الدليمي بانه الرئيس تم قبول استقالته، قبل استقالته. بس شوف الكتاب هذا اللي انت صادر يوم 7/5، لكن متى ورد لي مكتب النائب الاول والنائب الثاني؟ يوم 11. صور يعني انت بهاي الغرفه والغرفه الثانيه يمك، يعني اذا صدرت الكتاب الان تودي بنفس اليوم. ليش يوم 11؟ لان هو الكتاب توقع يوم 11 اللي تاريخه 7 انكتب يوم 11. هسه هذه مو مشكله، زين، اثبات هذا ممكن او لا مو مشكله، بس هو صار يوم السبت. فاجوا السيد حاكم زاملي ورؤساء الكتل راحوا للسيد الحلبوسي، قالوا هذا ما يجوز، هاي استقاله مقدمه سابقا وكذا. قال لهم عنده مشاكل، وانا اريد يعني اصور يعني حسب ما نقل انه اردهينه او اريد كذا، يعني كان يريد يحاول يعني يعني هاي القصة معروفة عند الكل، يعرفوا يعني. نعم. سيد حاكم الزاملي والآخرين يعرفون. نعم. سيد حاكم الزاملي، وأنا تحدثت ويا سيد حاكم الزاملي. لا، ويعرفون إنه هاي الاستقالة كانت بهالطريقة. عارفين، عارفين. إيه. المهم، الحلبوسي تراجع عن هاي الاستقالة. عن قبول الاستقالة، وأخذ الورقة، انتهت الورقة هذه. هذه تعتبر استقالة الآن معدومة، انتهت. زين. إذا ما المفروض وين تروح؟ الى سلة المهملات. سيد الحلبوسي خلاها، قال ما ندري شو يصير بالمستقبل، خلاها عنده، خاف احتاجها. اجى الحلبوسي مره ثانيه، انا كنت بامريكا، اتصل بي استاذ ليث الدليمي، نائب ليث الدليمي، قال هذا الحلبوسي اقالني وانا اطلب منك ان تساعدني بهذه القضيه. قلت له حاضر. رجع علي مره ثانيه. ايه، اقاله يوم 15/1/2023 باستقاله بذيك الاستقاله السابقه. ليش راحت؟ لا، هذه بعدي ما راحت، بعدي بالدرج. زين.
فاجى ليت الدنيامي لما اجيت قلت له ابو مصطفى ها تريد اساعدك تقول لي الحقيقه شنو اللي عندك انت حتى انا اقدر ادافع عنك بهذا الموضوع. قال انا مقدم استقاله غير مؤرخه اللي هي نشرت بالاعلام ومقدم ورقه ضمان فوق انا كاتب الى السيد محمد ريكان الحلبوسي وجوه هنا موقع على بياض ليث مصطفى الدليمي. شنو ورقه الضمان استاذ باسل؟ ورقه ضمان يعني يمليها مثلا بدين بتاع بكذا يعني يحط الرقم بكيفه بعد كيف لا اي شيء كتبه. قلت له اذا ذني انت اللي موقعهن هاي مقابل الترشيح وياه بالانتخابات. ايه قلت له اذا بس ذني انت اللي موقعهن اذا بس ذني انا اذك علي ارجعك زين انا هذا اللي قلته. وصلتني معلومه انه الاستقاله مطبوعه. وصلتني الاستقاله مطبوعه. قلت له اذا الاستقاله مكتوبه بخط اليد فراح تنكشف لان مضاهات، واذا مطبوعه مثل ما انا سمعت لازم يقصون الجزء الاعلى يغيرونه. وبالفعل لما قد كتب اللائحه اجت اللائحه الجوابيه من المجلس انه مقدم استقاله المطبوعه اجتنا ومختومه طبق الاصل. فعرفنا طبعا اذا ما من اجت مطبوعه اكيد لازم يقصون الجزء الاعلى اللي هو بي كانت بالاسم هسه المفروض بالصفه. فالجماعه قاصين سيد الحلبوسي قاصينها بهالشكل اجت الورقه مربعه زين مثل هذه مثل ما انا توقعت. طبعا شلون عرفناها؟ طلبنا من المحكمه انه تجلب النسخه الاصليه وقلنا للمحكمه اذا اجت النسخه الاصليه راح تطلع اقصر من الاوراق العاديه. زين احنا ما شايفينها. تمام. فاجت الورقه اقصر بخمس سنتيمترات عن الاوراق الاخرى الاوراق الاي 4. المحكمه ايضا سالت المحكمه زين قلنا اكو استقاله نشرت يوم 11/5 حتى النشر ب 11/5 مو 7/5. الممثل القانون قال لا احنا ما عندنا بس هاي الاستقاله المطبوعه هسه هذه بعد ما موجود ما لها ذكر. زين. فالمحكمه طلبت الاستقاله المنشوره والاستقاله المطبوعه وطلبت الكتاب رقم 302 اللي محمد نوري كاتبه وموقعه. محمد نوري اللي هو مدير مكتب المكتب. فاجى الكتاب من محمد نوري الممثل القانوني للمجلس. ايش قام يسوي؟ قام ياخذ المذكره لما تجي مذكره داخليه هو غير ملزم بتقديم المذكره الداخليه بس حتى ما يتحمل المسؤوليه ياخذ المذكره الداخليه يسلمها مع هذا. اجى بالمذكره الداخليه محمد نوري يقول هاي نسخه الاستقاله المطبوعه وهاي نسخه الاستقاله المكتوبه اللي منشوره بس الكتاب رقم 302 ما لنا علاقه بما صادر من عندنا. مع العلم انه هو صادر من عنده نكر الكتاب. فاجت الاستقاله سوى هاي نسخه هي مو 7/5 اجى السيد الحلبوسي شطب 7/5 وكتب تاريخ جديد 15/1 واجى ختمها وارد ب 15/1 وهي ب 7/5/22 مؤرخه. زين. فاجت المحكمه قالت له منو اللي شطب هذا التاريخ للممثل القانوني؟ قال السيد الحلبوسي هو اللي شطبه. قالت له المحكمه اكدت قالت له متاكد؟ قال انا اعي ما اقول للمحكمه والسيد الحلبوسي بنفسه هو شطبها. هذا الممثل القانوني الحلبوسي يعني هو وكيله؟ لا هو المجلس وكيل المجلس. فهنا المحكمه استوت اجاها الانكار قرأت انه نسخه لمكتب النائب الاول، نسخه من مكتب النائب الثاني، نسخه للامين العام، لا ونسخه لمدير عام دائره الشؤون النيابيه. فوجهت كتب لهذول الاربعه تشوف انه هذا الكتاب موجود ولا ما موجود. الامين العام دس كتاب قال احنا ما استلمناه. زين. يوم 26/4. النائب الاول؟ مدير عام الشؤون قال ما عندنا يوم 30/4. النائب الاول انا اتصلت ب النائب الاول قلت له استاذ محسن هذا الكتاب موجود نسخه منه عند السيد حاكم الزاملي. زين. وهذا الكتاب موجود ورقم الهامش رقم الوارد موجود فانا اتمنى انت ما تتدخل بطريقه يعني تكون الاجابه صحيحه. السيد النائب الاول حقيقه تصرف بطريقه قانونيه و طبعا كان عندنا نسخه من
من سجل الوارد ونسخة من الكتاب بهامش النائب الأول زود المحكمة باللي تريد. فطبعا تأخر هو يعني حوالي شهرين أو أكثر يلا وصل الكتاب. النائب شاخوان أيضا دس كتاب أكد أنه هذا الكتاب موجود. بعد شنو صار محمد نوري أنكر الكتاب زين. إيش قال؟ دس كتاب ثاني مذكرة داخلية ثانية قال والله لقينا هذا الكتاب بالأوليات موجود عندنا. صار الكتاب هذا اللي من كان سبق إنكاره صار موجود زين. شي يسوي رئيس المجلس؟ صدر أمر نيابي. إيش قال بالأمر النيابي؟ قال تصويب الأمر النيابي رقم 5 باعتبار أنه الاستقالة من نافذة من تاريخ 7/5/2022. بس هذا التاريخ لما كان مشطوب المحكمة سئلت الممثل القانون قالت له هذا التاريخ المشطوب يا تاريخ 7/5/16/16/12/15/20 صار مو واضح التاريخ. اي قالت تقدر تقول لنا تاريخ؟ قال والله ما ادري زين. فالتاريخ ما معلوم. لما رجع على الكتاب لازم يرجع على 7/5 زين. 7/5 يوم سبت ومو سبت اي سبت وعطلة وعيد. هاي شلون المحكمة حتى تتأكد؟ طبعا المحكمة حقيقة بنت هذه الدعوة بناء استثنائي زين. الجهد اللي بذلته أنا كنت يعني كل مرة تأجل المحكمة أقول ليش المحكمة أجلت؟ ليش المحكمة أجلت؟ كل يوم إحنا نكتشف جديد. ويعني كانت إجراءات حكيمة من المحكمة ودقيقة. المهم طلبت المحكمة من السيد الحلبوسي شخصيا أنه هو يحدد شنو هذا التاريخ. فكتب الكتاب 1277 ذكر به السيد الحلبوسي أنه تم استلام الاستقالة المكتوبة بخط اليد بيوم السبت. يذكر يوم السبت 7/5/2022 زين. شلون 7/5؟ يعني الحلبوسي طلب رأيه بالموضوع. ايه ومتوقع يعني التوقيع. هو يعرف التفاصيل طبعا. فهنا يعني هم من حسبة المسألة. ومع ذلك المحكمة اجت اجلت الدعوة زين. انا صورت من حسبة المفروض قررت المحكمة ادخال المفوضية. مفوضية الانتخابات؟ قلت انا شنو يعني ليش تسأل المفوضية؟ زين. يعني انا استغربت والله يعني حقيقة. بعدين انذهلت بالنتيجة. المحكمة دخلت المفوضية تطلب استيضاح على الطلب والتاريخ. يعني شنو المخاطبات اللي صارت بين المفوضية والمجلس؟ هل كان هنالك مخاطبات في 7/5/2022؟ لو المخاطبات كانت ب 15/1/2023 زين تبين انه هذا الفرق سنه كامله. يعني في 7/5/2022 ماكو اي مخاطبات. طبعا المخاطبات حتى يعرفون من البديل باعتبار هذا مستقيل. 7/5 ماكو اي كتاب رايح للمفوضيه. 15/5/15/1 نفس اليوم 15/1 كان اكو كتاب للمفوضيه. المفوضيه جاوبت البديل احمد المشهداني. يعني المحكمه استدلت انه ما على الاستقاله. إيه؟ لأنه لو هو مقابلين استقالته كان طلبوا البديل زين. فشلون ترجع لهذا التاريخ اللي انت اصلا ما اتخذت به اجراء زين. وشلون الموافقة تمت وبعدين انشطبت بعدين انكرت بعدين رجعت. فهذه المهازل اللي صارت. انا من صارت الامور بهالشكل فكرت يعني هسه المحكمة الاتحادية اذا تريد تصدر قرار تدري القرار لما يكتب المحكمة تفصل حيثياته الحيثيات سرد أيه. الوقائع أيه. فالمحكمة لما تريد تجي ايش تكتب؟ لازم تكتب انه ليث الدليمي ادعى انه مسلم ورقة اوراق وكذا. ادعى ليث الدليمي وتسرد ما توصلت الى المحكمة انه السيد الحلبوشي قام بشطب التاريخ بقبول استقالة الادعاء انها تم استلامها في 7/5 اللي هو يوم سبت عطلة المتممة للعيد اللي ماكو موظفين زين. وبعدين تروح وترجع. هاي الحي... لما تسردها راح يظهر يعني الوجه الحقيقي لرئيس المجلس تنكشف كل مخالفاته والجرائم المخلة بالشرف. فالمحكمة بالنتيجة هل تستطيع أن تصدر قرار بإلغاء الأمر النيابي وإعادة ليث الدليمي إلى المجلس وتوقف وكأن شيئا لم يكن وتنتهي قضية التزوير وتنتهي القضية وإحنا نطلع أمام العالم؟ لما يطلع القرار العالم ينظر إلى العراق على أنه المحكمة الاتحادية شاهدت
بأم عينيها إذا جاز التعبير عملية التزوير، كل عمليات التزوير وقفت عليها، وقفت عليها شاهد وسكتت ولا اتخذت أي إجراء. حقيقة هذا سكوت المحكمة وامتناعها عن اتخاذ إجراء إهانة للشعب العراقي وإهانة، لكن المحكمة كانت على قدر المسؤولية وعلى قدر الوعي الدستوري والحكمة الدستورية فأصدرت قرار صحح الخطأ. الآن لما نتكلم عن اختصاصات المحكمة وفق المادة 93 موجودة كلها صحيحة والقرار استثنائي، لكن على فرض أنه المحكمة الاتحادية قررت أنه تغض النظر وتحكم بعدم صحة القرار وتنهي المسألة، ايش تحتاج؟ كم من الوقت يقدر يبقى السيد الحلبوسي في مكانه؟ البديل يطعن بعد صدور القرار بصحة العضوية أمام المجلس ويبقى 30 يوم يرجع للمحكمة الاتحادية وتنتهي عضويته. حتى لو المحكمة الاتحادية ما أنهت عضوية الحلبوسي، عضويته منتهية لا محالة بعد شهر أو شهرين من صدور القرار. لذلك المحكمة، هل يجوز للمحكمة أن تبقي شخص على رأس أعلى سلطة تنفيذية على رأس أعلى سلطة تشريعية ورقابية رغم كل ما انكشف من جرائم و المخلة بالشرف؟ زين اكو سؤال، وهو يعني والفترة اللي راح يبقاها شهرين من اجل ان يبقى شهرين انهين البلد. سيادة النائب اكو سؤال مهم انه طرحناه فيه اكثر من مرة لكن الحقيقة ما حصلنا عن اجابة، انه هسه احنا يعني الحلبوسي ثبت انه هو مزور صح 100% 100% يعني هذا متهم قاعد نتهم 101% 101% زين هذا المزور شنو حكمه بالقانون؟ الآن عقوبته 15 سنة عقوبته 15 سنة زين الحلبوسي الآن فقط انهيت عضويته هذا جزء زين هي المحكمة الاتحادية مو المفروض تحكمها على التزوير أيضا لو مختصاصها؟ لا المحكمة الاتحادية مو محكمة جزائية يعني هو المحكمة بإمكانها يعني بإمكانها أن تحيل إلى محكمة أن تطلب اتخاذ إجراءات زين. هذا قرار كان بإمكان المحكمة أن تتخذه لكن المحكمة تركت الأمور باعتبار أنه مجرد إشهار يعني القرار بمجرد أن ينشر القرار تنهض مسؤولية المدعي العام تنهض مسؤولية المواطن زين حتى يخبر تنهض يعني مش يعني تمام إذا راح المتضرر بالشكوى تمام إذا راح الآن إذا محكمة أخرى يا محكمة هي المختصة بهذا الموضوع محكمة التحقيق التحقيق أو الجنايات أو كذا لا ما هي محكمة التحقيق هي بعد تمام إذا راح وثبت إنه الحلبوسي غير مزور شلون يثبت غير مزور هذا قرار المحكمة الاتحادية قرار بات وملزم لجميع السلطات لا بس اسمح بس هذا اسمح لي ماكو بس تفضل السلطات حتى السلطة القضائية هو ملزم لها أم لا؟ هو ملزم للجميع زين هاي اولا بعدين غير هذا اكو ناس القرارات القضائيه حجه فيما تفصل فيه المحكمه فصلت بانه هذا تزوير زين بعد صار حجه يعني هذا القرار يعتبر دليل على السيد الحلبوسي هسه يعني يقول انا ما يعني مثلا ما اقريت خلي اعطيك شغله مهمه لنفترض انه هو يقول يابا اقرار الممثل القانوني بانه هو اللي شطب مو صحيح لأن الإقرار حجة على المقر اللي هو الممثل القانوني زين أنا أريد أتبرع وأقول أنا باسل خشان أنا شطبت التاريخ تمام هسه هذه الورقة أنا شطبت التاريخ مو الحلبوسي زين لما يجي الحلبوسي يشوف الورقة مشطوب بها تاريخ ويوقع عليها مرة ثانية ويكتب تاريخ جديد وهي عندها صار 8 أشهر ويروح يسجلها بتاريخ جديد وارد بعد 8 أشهر يقول وصلتني اليوم وبعدين يرجع يقول لا وصلتني يوم السبت بال 2022 هاي الورقة حتى لو مو هو اللي شاطب هو مزور لكن مع ذلك هو اللي شاطب يعني لابستك 100% 101% زين هل قرار هذا القرار إقصاء الحلبوسي سياسي أم قضائي بحت؟ خليني أقول لك يعني للأمانة ولا واحد بالعراق يعرف بالقرار باستثناء التسعة قضاة أبداً ولا سياسي يعرف ولا سياسي إجا القرار مفاجئ للجميع بمن فيهم الحلبوسي زين السيد الحلبوسي بالتأكيد يعني عدة قنوات واتصالات بكثير المسؤولين
كل القوى الشيعية، كل القوى الشيعية بين رافض لهذا القرار، لقرار إنهاء عضويته، إيه، وبين من يرى أنه في هذا مو أوانة، مو وقته هسه، مو وقته. زين، فماكو جهة واحدة عند الشيعة مع هذا القرار، ولا واحدة أبداً أبداً. القرار إجا طبعاً بعض القوى السنية بعضهم كانوا يأملون بهذا القرار، يتمنون هذا القرار، يتمنون هذا القرار لأنه كان خصوصهم سياسيين. اي، فإجا القرار السياسي ضد القرار المحكمة الاتحادية عكس التيار السياسي، عكس الإرادة السياسية. وهذا حقيقة يعني أنا يعني أشيد بشجاعة المحكمة. هذه المحكمة يعني حقيقة ما أقدر يعني أصفها، ما عندي مفردات تصفها، تصف شجاعتها الاستثنائية. تمام، أنت ذكرت في مفرداتك هسه اللي تحدث بها قلت جرائم، ما قلت جريمة واحدة. لا جرائم، شنو الجرائم الأخرى اللي ارتكبها الحلبوسي؟ لا أنا أقول لك شنو اللي عنده من جرائم الحلبوسي؟ قبل هذه خلينا نكتب جرائم التزوير. عندك استقالتين، استقالتين، ها ملئ ورقة بيضاء مضاة على بياض. هذه يعني وقع على بياض. هاي جريمة تزوير. زين، تزوير الاستقالة الثانية، هاي اثنين جريمة تزوير. استعمال وثائق مزورة للإثبات في دعوة قضائية، زور مرة ثالثة، مادة 255 على 4. زور هاي الوثائق المزورة استعملت للإثبات في دعوة دعوة أمام المحكمة الاتحادية. زين، هذا يعاقب بنفس عقوبة شاهد الزور أو شهادة الزور. كل من استعمل للإثبات في دعوة جزائية وثائق يعلم بتزويرها. زين، شنو القانون؟ هسه ايش صار على شيء ذن الثلاثة؟ زين، هذا الثلاثة يعني 15 بثلاثة، خلينا نحسب الأقصى، الحد الأقصى، بعدين أعطيك جريمة أخرى. المحكمة أثبتت إنه الأمر الإداري، الأمر النيابي رقم 5 باطل، وحكمة يعني أنهت عضوية ليت الدين اليمين من تاريخ 14/11. زين، يعني عنده 10 أشهر ذني، هسه راح يقدم طلب للمجلس، المجلس راح يصرف له الرواتب والمخصصات. زين، بنفس الوقت بسبب خطأ الحلبوسي المتعمد، أحمد المشهداني استلم أيضا الرواتب لنفس الفترة، يعني عن نفس المقعد، نائبين استلموا بنفس يعني الوقت، يعني اندفعت المخصصات مرتين والرواتب مرتين. زين، بسبب خطأ الحلبوسي المتعمد، لأنه متعمد التزوير. شو ينطبق هذه؟ يا مادة 340 اللي هي شنو؟ اللي هي يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 7 سنوات. زين، كل من يعني النص يعني ما معناه أنه كل من ألحق ضررا بأموال الجهة التي ومصالح الجهة التي يعمل بها بسبب خطئه عمدا. زين، هنا الخطأ العمدي، هنا الخطأ المتعمد هو التزوير، هذا جريمة عمدية، شكل إضرار، ترتب عليه ضرر مادي. هاي 340 100%، يعني أي شخص يعني حتى اللي بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية بالقانون يعرفها هذه المادة 340 جناية. الواحد ذن الجرائم هسه هاي ذن هنا اكو غيرهن بعد، انت بعد هوايه مثل ايش؟ انا اقول لك اذا ثبت انه هو سيد الحلبوسي تدخل ودفع الامين العام الى ارسال هذا الكتاب، والنسخه واصله للامين العام، مو صحيح، صار استغلال منصب، صار هاي، لا هاي بيها تدخل كثير، هاي بيها تزوير، هاي بيها بلاوي. ونفس الشيء مع اداره الشؤون النيابيه. زين، سدين المتعلقات بهذه القضية لحد الآن 5 6 جرائم. زين، لما نجي هسه إذا نرجع لسيد الحلبوسي، ذن يفلت من عدن الحلبوسي كلهين، يعني إذا يعني الصير يعني مثلاً إيش تحتاج؟ تحتاج يعني تحتاج معجزة. هي معجزة هي ما يخلص منها إلا معجزة. يعني مستحيل يفلت من عدن ذن الحلبوسي، هي قصدك؟ والله إذا قدر يفلت من ذني مع ثبوتهن يعني بطل سيد الحلبوسي.
بطل، لأنه يعني شلون يقدر يسوي هذه؟ زين يعني هذا حتى رامبو ما يسويها. يمكن أكو اتفاق سياسي على أنه الحلبوسي طلع من المنصب، لكن يبقى موضوع أنه فتح هذه الملفات. مو هي مو بس هاي الملفات، أكو ملفات غيرها يعني. هو إذا فتحت لها أول يجوز ما لها آخر. لا يعني هي راح تسلسل. أكو اتفاق سياسي على عدم فتح هذه الملفات لو لا؟ أنا ما أصور، لأن هم مو كيف هم يفتحونه أو ما يفتحونه. ليت الدريمي باكر صدق أقواله بالشكوى على قضايا التزوير. زين، ها يعني رجع ليت الدريمي اشتكى عليه كمزور. طبعاً أعتقد أمس أو اليوم دون أقواله. والحجة موجودة بيده، قرار المحكمة الاتحاد. قرار المحكمة وأدلة، طبعاً الأوراق موجودة، النسخة الأصلية لها استقالة المطبوعة والمكتوبة موجودة عند المحكمة الاتحادية. زين. يعني ما يقدرون يتلفونها. القصة الثانية. الدليل ما يتلف. تمام، قصة أيضاً عرضت في قضية المحكمة الاتحادية، هي قصة الشركة الأمريكية اللي متعاقد معها الحلبوسي. هو بصفته رئيس تقدم لو رئيس حزب تقدم. رئيس حزب تقدم، وهذه الشركه واحد من مستشارينها هو رئيس الوزراء أهود الاسرائيلي أهود بارك. أيه. هاي انت بتبنيها صح؟ اي هذه. هاي شنو قصتها؟ دكتور انا أيه؟ تعرف حضرتك انا متخصص بالادب الانجليزي. أعرف. ولغتي يعني جيده. أيه؟ فبحثت عن هاي الشركه في صفحه وزاره الدفاع. أيه؟ وبالذات في صفحه FARA Foreign. وزارة الدفاع الأمريكية قصدك؟ أي وزارة العدل. تمام. وزارة العدل. FARA Foreign Agent Registration Act. هذه صفحة قانون تسجيل العملاء الأجانب. زين. الولايات المتحدة في سنة 1938 شرعت هذا القانون حتى تشوف لما يجي شخص يريد يأثر على السياسة الأمريكية، على القرار الأمريكي مثلا، يريد ياخذ يحرف مثلا الحكومة الأمريكية عن موقف معين، أو يريد يخلق حالة معينة داخل أمريكا، كل شخص لازم يسجل أي عملية وأي فعل وأي نشاط في هذه الصفحة، بحيث لما مثلا إذا أنا كحزب أو كفرد أو حكومة أتصل أخلي شركة لوبي تشتغل لي، فلما يجي هذا الشخص يريد يشرع قانون معين او ياخذ موقف معين، لازم يعرفون انه الدافع مالته يا هو من الاشخاص الاجانب سواء كان حكومه، حتى يضمنون انه القرار معروف والعمليه شفافه، معروف المصادر والدوافع، ماكو تاثير خارجي. زين، التاثير الخارجي معروف ومحدود. احنا ما عندنا، احنا سياح. اكيد. بس اللي لقيته شنو؟ وهذا كله موجود في هذا الموقع. لقيت انه شركة عفوا حزب تقدم متعاقد ولموقع الحلبوسي موقع مع شركة بي جي ار بعقد ب 600,000 دولار سنويا، يعني 50,000 دولار بالشهر. بس هذه طبعا هذا عدد المصاري. 60,000 دولار سنويا. سنويا. مقابل شنو؟ مقابل ان تتبنى هذه الشركة التواصل مع صناع القرار الأمريكيين، وتتبنى التواصل مع الإعلام الأمريكي. زين. لمصلحة حزب تقدم. هذا الموجود. لكن هذه الشركة باراك صحيح مستشار في هذه الشركة 100% بصفحتها، وأنا طلعت أنا مسؤول عن كلامي، هذا أي شيء يطلع. ومسؤول عن صحة العقد أيضا، إذا العقد مو صحيح. إذا العقد مو صحيح مو من هاي الصفحة، أنا أيضا مسؤول عنه. زين. هنا لقينا إنه هاي الشركة بعد 17 متبرعة لإسرائيل. هي نفس الشركة؟ نفس الشركة هسه بهذا الوقت متبرعة لإسرائيل. متبرعة لإسرائيل. نعم. اها. ايه بشوف، خلي يعني اوضح. يعني هل يمكن ان يكون هذا المبلغ من تقدم مثلا؟ هو طبعا المفروض من تقدم، بس عنوان حزب تقدم وين؟ لا يعني ممكن هذا المبلغ اللي تبرعت به الشركه لاسرائيل هو من تقدم؟ لا هو ارباحها اخوات، خليها يعني من ارباحها تتبرع جزء من ارباحها، يعني من فلوس ما عندها مشكله. بس حزب تقدم وين عنوانه؟ غير عنده الحزب لازم عنده مكتب، عنوان. زين. عنوان المكتب المسجل بالعقد بالداودي بغداد. بالداودي. وين عنوان؟ عنوان شركة السداد للمقاولات العامة. زين، شركة المقاولات العامة شنو علاقتها بالحزب؟ زين. الآن يعني احنا مثلا يفترض
هاي الشركة طبعا بالمناسبة يعني المفروض هسه الاستخبارات المخابرات العراقية مشتغلة هسه على هالموضوع زين يعني صار فترة كبيرة المفروض هسه المخابرات العراقية عندها ملف كامل ومتصلة شوف الأموال شلون تحولت 600,000 دولار شلون تحولت عن يا طريق ما موجود هذا الشيء عنده لحد الآن ما أعرفه أصور قاعدين يجوز يعني هسه ما نقدر نحكي هسه خاف نسولف تصير مشكلة والله يعني ما عندك حط مو المشكلة أي عبارة تحطها لازم تتجاوز حدود الأدب يعني ما فخلي ما نحكي ما نصرش المخابرات لحد الآن ما عندها أي تصرف بها الأحزاب السياسية اللي انتفضت وتتكلم عن السيادة والتفاصيل هذه هاي الأحزاب سكتت ما اتخذت شيء أنا صار لي فترة أتحرك وحدي شنو تعتبر هاي التعاقد مع هذه الشركة شنو يعتبر شنو الجريمه اللي انا شنو الجريمه انا شلون تصير جريمه هذه اولا الحزب ما عنده القانون يمنع الاحزاب من ان تتواصل مع شركات بهذا الشكل وتواصل مع الحكومات الاجنبيه زي. هاي مساله منتهين منها ايضا الحزب ما لازم لما ينفق اموال بهذا يعني الحجم خارج العراق يجب ان يبلغ دائره الاحزاب والتنظيمات السياسيه حتى يعني يبلغها بالمبالغ ما يبلغ هاي ايضا مشكله والقانون ينص عليها بس اكو قضيه دكتور احنا لما نتكلم عن اللوبي كثير من العراقيين احنا ما عندنا هنا لوبيات فما عارفين شنو معنى لوبي اللوبي هي شركه تتبنى افكار معينه وتحاول تدعم هاي الافكار يعني لما تكون نقول هاي شركة لوبي صهيونية لا يمكن أن تتبنى قضايا تدعم الفلسطينيين واضح بيب. مثلا شركة اليوم أنا كشركة لوبي أرد أخذ موقف من روسيا وأوكرانيا ما أقدر أتعاقد مع عملاء لهم مصلحة مع أوكرانيا وبنفس الوقت أتعاقد مع عملاء لهم مصلحة مع روسيا لأن لما أروح للكونغرس مثلا إذا يصدر قرار للتصويت على مشروع معين بالحرب ضد روسيا شلون أروح أقنع جزء منهم أنت صوت لروسيا وأنت صوت لأوكرانيا ما تصير العملية لازم تتبنى فكرة تخلب أجندة معينة لازم شركة اللوبي لازم تتبنى فكرة بما أنه هذه الفكرة هاي الشركة هي يهود براك بها فهي صهيونية وتخدم الأجندة الصهيونية وتبرعاتها تأكد ذلك لكن لما نجي نشاط هاي الشركة شو لقينا عندها لقينا هاي الشركة قادت ترتيب معاهدات إبراهام التطبيعية مع بين البحرين و هي نفس الشركة اللي تعاقد لها حزب تقدم لا خلنا بس خلنا نتأكد هاي نأكد عليها شوي نفس الشركة اللي تعاقد معها حزب تقدم هي متبرعة إلى إسرائيل وهي تقود مفاوضات التطبيع مع البحرين مو تقول مفاوضات هي قادت. رتبت لا قادت وأثرت فيها وبحيث لما تتواصل أنا الكتب ناشرها وترجمتها دار شؤون الأحزاب أنا ما أتكلم من فراغ زين بعد شو بسوي هاي الشركة مثلا هذه الشركة أعتقد هي اللي جابت 150 جندي أذربيجاني من الأذريين للعلاج في إسرائيل هاي نظمتها كثير من الأشياء أعتقد يعني هاي يعني الشركة صهيونية 100% 101% 101% والجماعة في تقدم متعاقدين مع الشركة الصهيونية هسه أنا زين هسه هذا جهلين شنو بل سمعنا هذا الرأي إنه يقول أنا ما أدري الرجال مثلا بالضبط هذا الرأي أحد الأشخاص قال أنا يعني هسه ما أعرف إذا كان دقيق او لا يقول انه قال انا ما ادري سواء ما يدري يعني يدري او ما يدري خلي اقول لك نقطه مهمه يا دكتور لو حزب تقدم متعاقد مع هاي الشركه حتى يوصل دول لغزه هم قانونيه ايه يعني احنا شلون اليوم مثلا انا ما طعنت لما طلبت حل حزب تقدم لهذه الاسباب شنو اللي لازم يصير؟ لازم يروح للمحكمة للهيئة القضائية الانتخابات تقرر إما حل الحزب لهذا السبب بسبب هذا العقد أو تقول لا عادي الأمور ما بيشي من حق أي حزب تعاقد زين احنا شنو النتيجة إذا صار شرعنا لهذا
تعاقد. احنا عندنا حوالي 300-400 حزب ومعظمهم من الاشخاص، يعني معظم هاي الاحزاب هي احزاب ناشئه، شباب ما عندهم خبره. بامكان الدول ان تنفذنا من خلال الاحزاب، باعتبار ان الاحزاب سهل لها ان تتواصل مع الدول الاجنبيه. فممكن نروح هوندا بصراحه. يعني بصراحه استاذ باسم، يعني التقدم والحلبوسي كان مشروع تطبيع مثل ما يشاع؟ لا انا هسه ما ارد احكم على هذا الموضوع. انا حتى لو كان نيتهم نشر التعاليم الاسلامي بامريكا ما تفرق عندي. انا من حيث المبدا احنا اما نجيز للاحزاب بما فيها الاحزاب الناشئه اللي هذا من حيث المبدا او لا. تمام، انا خلي استغل الدقائق الاخيره وياك. اكو يعني هوايه مقالات، وشفت واحد من المقالات يتحدث انه يقول شنو اللي سقط بسقوط الحلبوسي؟ اولا التطبيع، قوانين الجندر والشذوذ الجنسي. لا اسمح لي، قضيه الجندر يعني انا هذا حقيقه هذا حلقه خاصه هذه حقيقه. بس انا باختصار شديد، احنا عندنا مفرده الجندر هذه بيها اساءه يعني كبيره، والنوع الاجتماعي ايضا دخل لنا ذني المفردات اجنبيه على على الوعي العراقي. وحتى مو بس أجنبية على الوعي، انت حضرتك يعني انسان مثقف وكاتب تعرف احنا عندنا مفردة، يعني عندنا جنسين ذكر وانثى. هذا عندنا بالقرآن بكل المسائل عندنا ذكر وانثى، ونستخدم مفردة جنس للتعبير عن الجنس النوع. احنا مثلا نقول جنس العقار، واضح يعني نوع العقار، واضح. شوف شوف كلمة جنس تشمل كلمة نوع. زين، فحتى يحرفون كلمة الجنس سووا نوع اجتماعي، ماكو شيء اسمه نوع واجتماعي بالعالم. هذا المفهوم حتى يدخل من خلاله تعاريف جديدة، تعريفات جديدة للجنس، يعني ممكن يطلع جنس ثالث وجنس رابع من هذا المعنى. هذا حقيقة أنا اختصاصي لغة، يعني اللغة الإنجليزية، فأنا يعني كلمة جندر كانت نفس المعنى جنس، إلى فترة متأخرة دخلت عليها مفاهيم جديدة حتى بأوروبا معترض عليها. يعني إذا تتابع النقاشات كثير كثير من الأوروبيين جاي يواجهون هذا المعنى. صح هو ساد ببعض الدول، لكن أكو مواجهة كبيرة. إحنا ثقافتنا العربية ثقافتنا الإسلامية حقيقة تتعارض مع هذا المفهوم، لكن ايضا انه احنا لغتنا ما تستوعب مفهوم النوع الاجتماعي. زين، يعني هذا كلمه اجتماعي زجها بالنوع اللي هو الجنس. حتى بالمناسبه لما تكتب جندر جندر بالانجليزي بجوجل ترانسليت، جندر يطلع لك جنس، سكس يطلع جنس. صحيح. فاحنا هاي المفرده يسوون حتى يحرفونها المترجمين العباقره سموها النوع الاجتماعي. زين، فهم شنو معنى النوع الاجتماعي؟ بعض الاخوه يتصورون انه هي لها علاقه بحق المراه وشي. مو هذا، مو صحيح. هذا الجندر دايفرسيتي والكذا والتفاصيل هو المشيئة. اهم اكو شغله، انت مثلا من تقول تقول كان يعني يقول جندر ديسكريميشن، التمييز على اساس الجنس. كان هذا المقصود، التمييز بين المراه والرجل. صحيح، يسمونه جندر ديسكريميشن. بين إذا ما تستخدم مفردة جندر، لما تأخذ الأصل من كلمة سكس اللي هو أيضا جنس، يصير sexual discrimination. هنا الإيحاءات ما مختلفة. فالقصد إنه إحنا هاي المفردات، طبعا بالمناسبة اليوم الأمانة العامة مصدر الكتاب، يمكن حضرتك سمعت عنه، إنه استعمال العدالة بين الجنسين بدل كل النوع الاجتماعي. هذا على شنو هذا صدر؟ لان انا حقيقه اثرت بهذا الموضوع، وهذا الموضوع ممكن اكو قانون بالبرلمان، يعني بطريقه باخرى تعبى بهذا الموضوع ومشت. لا هو ما عندنا احنا الحمد لله، الحمد لله الشذوذ وكذا. لا اسمح لي، احنا الحمد لله يعني لحد الان يعني الثقافه العربيه والاسلاميه باقيه على وضعها، واحنا عندنا بالعراق عندنا جنسين، ذكر وانثى. المفاهيم الموجوده الان في اوروبا لحد الان ما واصله لنا، لكن استخدام اساءه استعمال المفردات هذه ممكن ياثر بثقافه المجتمع، وممكن يعني نصل الى مرحله احنا سيئه جدا في هذا الموضوع. يعني طبعا شلون يعني شلون انت تعرف، يعني انت مثلا الان في اوروبا
مثلا واحد يجي رجل يقول انا امرأة، ما يحتاج لا يحتاج يغير شيء ولا هذه، لازم تتعامل معاه على انه امرأة زين، هذا هيك صار المفهوم موجود. هذه مسألة الجندر اللي هو الجنس، احنا عندنا هم عندهم الجندر اللي يسموه النوع الاجتماعي. هذه المفاهيم حقيقة سببها يا اما شخص جاهل باللغة ترجمها الى نوع اجتماعي ودخلها، يا اما شخص عنده قصد بيها. مسألة انه المساواة بين المرأة والرجل، هذا مصطلح المساواة بين الجنسين موجودة عندنا، ما نحتاج نسويها نوع اجتماعي، يعني المرأة مرأة والرجل نوع اجتماعي. إيه بس هاي القوانين اللي قررت ما بها هاي التفاصيل عندنا بالأمانة العامة، يعني ما مرت قضايا من هذا النوع، يعني عندنا النوع الاجتماعي موجود بالأمانة العامة. زين ليش الأمانة العامة اجت اليوم؟ يعني هسه الأمانة العامة بهاي الطريقة يعني تقر القصة ومشيتها موجودة قسم جندر، ما الجندر، النوع الاجتماعي، هو الجندر النوع الاجتماعي موجود. زين هاي شلون دخلت إلى قوانيننا؟ وبعدين منو اللي دخلها برأيك اللي دخلها؟ منو أنا سألك، منو السيد حيدر العبادي في أصدر تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 4 ومهماتها رقم 4 لسنة 2017. هاي دخلت لنا بال 2017، أنا ما شفتها قبلها. يعني دخل مفهوم النوع الاجتماعي، دخلت عن طريق منظمات، عن طريق الأمانة العامة. أنا استغرب طبعا، هو الأمين عن طريق الأمانة العامة، اي عن طريق تعليم الأمانة العامة، أنا استغرب يعني حقيقة. يعني أنا متأكد يعني يعني التيار الصدري السيد مقتدى، يعني ما أدري إذا كان مطلع على هذا النص أو لا، يعني السيد حميد الغزي هو الأمين العام. وهذا الموضوع هو أول قسم، من دخل عندنا قسم يعني أول ما دخل عن طريق الأمانة العامة الوزراء. وعندنا يعني قسم وشعبة وعندنا مهمات. على شنو يا أخوان؟ مسألة المساواة بين المرأة، أنا مع المساواة بين المرأة والرجل زين، بس مو معناه أدخل أسمي يعني إذا قلنا. وطبعا هو هذا قسم يعني دائرة تمكين المرأة، دائرة تمكين صحيح. المرأة هسا المرأة صارت المرأة اسمها المرأة، والرجل اسمه النوع الاجتماعي، لو أكو أنواع أخرى هسا طبعا هذه مشكلة. أنت دخلت الموضوع أنا ما أدخل لا لا هذا يعني جذبنا إلى موضوع آخر. زين قرينا اخر دقيقه، انت اليوم كنت بالامم المتحده، ايش عندك؟ بالامم المتحده حقيقه انا تكلمت مع الامم المتحده، قلت انه زياره جنين بلاسخات للسيد الحلبوسي باعتباره نائب مقال، نائب المحكمه صدرت حكم باقاله بانهاء عضويه ليث الدليمي وانهاء عضويه النائب السيد محمد ركان الحلبوسي. هنا ليش راحت لمحمد الحلبوسي؟ زين هو نائب مقال، ما انت انهت المحكمه عضويته، عدم التكا يعني التوازن. الامم المتحده انحرفت عن الحياد هنا بهذه المساله، وطبعا هم برروا وقالوا انه احنا ما كان عندنا هذا القصد. قلت لكن هي الايحاءات انه كانما الامم المتحده ضد هذا القرار او مع هذا الشخص ومو مع الشخص الاخر، فقلت انه يجب على الامم المتحده يتعاملون كناشط مدني. يجوز يعني هو تحول الى مع هذا، مو احنا ثلاث صار اربع. زين السفيره الامريكيه، السفيره الامريكيه شنو؟ يعني السفيره الامريكيه لو يعني السبيكر عندهم هناك، لو سبيكر الكونغرس، انا سمعت هذا التصريح، لو سبيكر يعني مرتكب هاي الجرائم تقبل تخليه؟ بس هي يعني تريد تخليه السفيره الامريكيه؟ انا استغربت تصريحك انه انت تقول لو السبيكر بالكونغرس سوى هاي الجرائم تقبل تخليه، يعني معناته هي هسه ضده لو وياه، يعني هو يعني على ما يبدو انه يعني كانه ما اكو دعم ضمني او ظاهر او مو صحيح. يعني هو شخص صدرت انقطع عمله، قلنا هذا الشخص يعني على اي اساس انت الحين قاعدين بهالشكل هذا؟ عند الشيء مع البرلمان موجود النائب الاول حل محله تمام ولا لا؟ شكرا استاذ باسم، شكرا 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 لوجودك معي في هذه الحلقة. أشكركم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.